مشاهدينا الكرام، من جديد شكرا للزميل سمير المعيرفي الذي علق على مجريات هذه المباراة ما بين السد ومصلال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي. جهاد محمد حارس نادي السد اليوم موجود معنا يتحدث عن هذه المباراة. كابتن، في البداية نقول يعطيكم العافية، قدمت مباراة لكن فرص كثيرة ضاعت، ضيعها نادي السد في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، واليوم يعني طلعتوا متعادلين، انتم خسرانين اول جوله واليوم الجوله الثانيه، حتى يعني الجمهور عتبان على مستوى نادي السد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعني الصراحه تعادل بطعم الخساره يعني لنا، بالنسبه ان في الشوط الاول ضيعنا فرص وايد وهالشيء اللي اثر علينا، وفي الاخر يعني استقبلنا جول في نهايه الشوط الاول واحنا المفروض كنا مسجلين على الاقل 3 اهداف في البدايه، ف يعني هالشيء لازم نشوف له حل في المباراه الجايه، وان شاء الله بنعوض للجمهور اللي عتبان علينا، وان شاء الله المباراه الجايه بنفوز. عاده نادي السد يعني من اسهل الفرص يسجل، يعني او من اصعب الفرص عفوا يسجل، ومن انصاف الفرص يسجل اهداف. اليوم نشوف السد عنده يعني صعب التهديف، صاير في مشكله في خط الهجوم، السد صار يضيع كثير فرص بالعشر و15 فرصه خلال المباراه، فرص محققه. لا انا اشوف انه يعني اليوم بس هو يعني ما كان، ما اتوقع المهاجمين ما كانوا في يومهم ولا ما يعني الكره ما تبدش، الحظ ما كان معانا اليوم يعني. بس يعني على موضوع ان الهجوم، لا احنا المباراه اللي طافت سجلنا 3 اهداف ونقدر نوصل ونسجل، يعني وصلنا وايد لكن ما سجلنا، الخطا بس في اللمسه الاخيره ولازم نعدلها في الاسبوع قبل المباراه الجايه وان شاء الله بنفوز. يلا عافيك كابتن. هذا حارس نادي السد جهاد محمد، تحدث عن نادي السد وننتظر حد من لاعبين نادي مصلال. كابتن خالد سلمان، اكيد عندك حديث انت والكابتن مشعل عبد الله عن مجريات الشوط الثاني وايضا المباراه كامله.